كان سر. قول لي سر. انا كنت اقول لك تقول اسرار دلوقتي، بس قول لي ده سر. 90% من مكسب النادي الاهلي للنادي الزمالك هو احترامه للنادي الزمالك، مش اهانته للنادي الزمالك. والناس لازم تفهم دي كويس قوي. كل ما انت بتدي نادي الزمالك حقه تبقى كويس معاه. اكيد. اول لما بتحس ان انت مش هتدي نادي الزمالك حقه في الملعب انت بتكسبش. ما انت بتحترم نادي كبير جدا، لازم تعمل كده. والنادي نادي الزمالك فعلا في احسن حالاته دلوقتي. على فكره احنا دايما حتى في اسوأ حالاته احنا كنا بنديله احترام. ودي مفاتيح في كره القدم مهمه جدا. اول لما بتحس ان انت ركبت المباراه او ان انت الاحسن بتخسر كل حاجه في الماتش. عشان كده انت بتقول انت سالت احمد سؤال مهم جدا، احساسك وانت نازل الملعب ايه؟ وليه انت بتبقى بيجي لك شد امتى؟ وازاي بتكسب الماتش؟ بالظبط بالظبط. انت بتكسب الماتش من مدى تجهيزك للمباراه. مفيش، انت بتقول ان احنا كنا بنتكلم على ان الماتش الاول والزمالك ملوش مقاييس خالص خالص، بس احترامك للمنافس هو اللي بيحط لك المقاييس اللي انت عايزها في المباراه. بالظبط. وهو اللي بيخليك تشتغل على الجزئيات الصغيره. الجزئيات الصغيره اللي هي بقى واحد ضد واحد، ودي اكتر حاجه بتحصل في المباراه. انت عارف ان في احصائيات عملت ان واحد ضد واحد دي بتحصل في المباراه من 300 ل 400 مره. تخيل انت من 300 ل 400 مره واحد ضد واحد دي بتحصل، انت خدت كام مره في ال 300 مره دول؟ فدي حاجات جزئيات صغيره، دي انا جبتها بالزبط. من كتاب واتشرحت. فتخيل الجزئيه دي، شوف واحد ضد واحد بتحصل بقى بين المدافع والباك ليفت، الحاجات دي كلها انت تاخد كام واحده منها؟ طب وبعد ما تاخدها بتعمل ايه؟ فاهم ازاي؟ الكلام ده كله هو الماتش، خصوصا كمان في المباريات الفاصله واللي تمتلك فيها نجوم يعملوا لك الواحد ضد واحد. بس لازم تستغل الكلام ده الحقيقه، والاهلي والزمالك فيه اللي يعمل كده بس. فانت بتتكلم، انا عشان كده بقول لك ان المباراه فيها تفاصيل كتيره جدا، اللي بيحترم التفاصيل هو اللي بيطلع القماشه. طب لو انت كنت جنب لسه.